سيدنا سيدنا مالكنا كتبغينا وتحنا كنبغيوك. سيدنا سيدنا مالكنا كتبغينا وتحنا تنبغيوك. بشعار نحييك الله والوطن والمالك، بشعار نحييك الله والوطن والمالك. المناسبة شكرا للأوريزو تي في على الاستضافة. الفكرة جات من نهار 9 مارس، من نهار اللي خطب سيدنا الله ينصرو، خديت الحدث لأن الحدث كان شامل والخطاب ديال سيدنا، لأن هذاك الخطاب اللي كان هو اللي خديت الفكرة ديال سيدنا الأغنية. بديناها بنهار 9 مارس وتسنيت وصل الوقت المناسب وخرجتها في نهار 9 مارس، لأن هاد الحدث حتى واحد محتفل به ولا أنا كنشوف بزاف كيحتفلوا بزاف، مثلا عيد المرأة عيد سميتو وهذا، وكان هذاك الحدث نساو أظن ما عمري سمعت شي حد اللي احتفل به. أنا خديته كنموذج نهار 9 مارس خطب سيدنا محمد السادس في كلامه المقدس، قال لازم التغيير. ما بدينا الكتابة في الأغنية، بقات لليومنا هذا تل هاد الأيام لحناها وصيبناها، وبقيت تنتسنى الوقت المناسب اللي خصني نغنيها فيه. نهار اللي جا الوقت المناسب غنيتها في الوقت المناسب. الفكرة على ديال الكليب جات حالة استثنائية، ما كناش غادي ندور ليها، كنا غادي نغنيوها أغنية وما نديروش ليها كليب، لكن جات الفكرة من الأخ عصام البيض، هو عاوني شكرا له من هذا المنبر، هو اللي عطاني الفكرة باش نديروا ليها كليب. درنا ليها كليب بالفعل، اللي درنا ليها كليب الأول، خدينا قلبنا على الصور بعدا هما الأولين والفيديوهات ديال سيدنا، لكن لقينا واحد الكاليتي شوية ماشي هو هذاك، بداو انتقادات، درنا الجزء الثاني، عاود بدلنا اللوك للأغنية، بدلنا ليها في التصوير، صور عاود درنا ليها الجزء الثالث، ثالث صيفطوا لنا صور اللي هما كاليتي مزيانه. هنا فين كان الاختلاف، انا ملي نجحت الاغنيه وتنفعلوا مع المغاربه كلهم وكاع الصحافه اللي هما حطوها في المواقع ديالهم، كنشكرهم جزيل الشكر اللي تعاونوا معايا حتى هما الصحافه الوطنيه كلها، وهاد الناس النقاد لان ما عرفناهمش شكون هما، شكون مع من الله اعلم، لان هادو كاين اللي خداها حرفها. مثلا هاد النقاد انا كنشوف شباب اللي هما بعادين على النقد ما عارفينش النقد، يعني ما عارفينش شنو هي الاغنيه والبعد ديال الاغنيه والكلمه والعمق ديال الكلمه اللي تقالت على سيدنا الله ينصرو. هنا قلت كلام اللي هو ماشي بالسهل باش يتقال، لان اللي كتقول الحمد لله تعالى على صاحب الجلالة سيدنا من سلالة السراج المنير، فضل زيانة الحالة والمغاربة كلهم رجالة، علام نفس السماء تعالى والحرية والله كبير. يعني أنا عندي بعض النظر على سيدنا أشنو هاد الشيء اللي دار، الإنجازات اللي دار الله ينصره، والحوايج اللي وصل للمغرب والحوايج اللي ولينا كنعيشوهم دابا مع سيدنا الله ينصره، يعني راه هذا الشيء قليل في حقه. هذا هو اللي بغيت نقول على الاغنيه، ما هاد النقاد هادو انا بالعكس خصهم يكونوا كيف قلت لك، ونتمنى ان شاء الله احنا نصايبوا اكثر من هذا الشيء. وفكرت نصايب هذه الاغنيه لان ما عندناش اغاني وطنيه بزاف، فكرت نصايب اغنيه وطنيه على المغرب وعلى سيدنا، كانت جميله جدا. ما مشينا نشوفوا قلبنا الناس الفنانين اللي هما بحال محمد عبده مثلا، راه عنده 50 اغنيه وطنيه للبلاد ديالو. هادشي ما كيمنعش حنا النقاد غادي يوقفوني، لا بالعكس انا جراو بيا النقاد كنصفق لهم حراره.